أعزائي المشاهدين في مصر وكل الوطن العربي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلم سعيد. هنبتدي حلم النهاردة بحكاية صغيرة هي خاصة بيا، وطبعا أنا زي أي طفل مصري أصيل كنت دايما بشبط في أبويا وهو نازل رايح الشغل. قال له النبي يا بابا خدني معاك يا بابا، والنبي يا بابا خدني معاك يا بابا. مش عارفين انتوا المنظر ده. المهم انتوا شايفينها غلسة ورزلة، بس هي بتبقى مؤثرة جدا للأهالي، إن هو نازل وشايف ابنه بيعيط ومتأثر وعايز ينزل مع باباه. فقال لي تعالى معايا. وهنا كانت السعادة. وصل مكان شغله وفجأة لقيت طوفان من الناس بتسلم عليه. تسلم عليه وتسلم عليه وتقول لي كوتي كوتي كوتي. تسلم عليه وتسلم عليه وتقول لي كوتي 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 كوتي. شعري وقع من المشوار ده. تسلم عليه وتقول لي كوتي 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 كوتي. كمية ناس سلمت على أبويا اليوم ده، خلص شغله وهو ماشي برضو كمية ناس بتسلم على أبويا وكوتي كوتي كوتي اللي انتوا عارفينها دي. المهم رحنا بعد كده النادي، كمية ناس بتسلم عليه وكوتي كوتي كوتي. كمية ناس بتسلم عليه. المهم في الآخر قرر ان هو يروحني. انا بقى ايه، اول ما قال لي يلا يا سعد هنروح وانا سعدت الدنيا، قاعد جنبه في العربية بعمل كده. انا سلمت بتاع على حوالي 1800 بني آدم. فراح ابويا بص لي كده قال لي مالك يا سعد؟ قلت له ايدي وجعتني، هو احنا ليه سلمنا على كل الناس دي يا ابويا؟ وبعدين انت ليه بتسلم على الناس وعامل ايدك كده وبعد كده بتسلم عليهم؟ وهنا بقى عرفت ان الايد الممدوده بالسلام كسبانه. وقال لي ساعتها طول ما انت بتمد ايدك للناس ربنا هيبارك لك. الايد اللي كانت ممدوده دي يا سعيد، في ناس كنت بسلم عليها كده وفي ناس كنت بسلم عليها كده. اللي كنت بسلم عليه كده ده انسان يستحق فعلا ان انا ساعده، علشان ما احرجوش واطلع فلوس من جيبي فكنت بكرمش له حاجه في ايديه. كان اول مره اسمع كلمه بكرمش له ديت. وقال لي حاجة تانية، انت ايدك وجعتك؟ قلت له بصراحة ايدي وجعتني جدا. قال لي بكرة هتكبر وتبقى قدي وهتعرف انك كل ما تمد ايدك بالسلام وانت قافلها الاول وتفتحها في دراعه ربنا هيضاعف رزقك 10 مرات. ومن ساعتها. وقال لي حاجة تانية انا فاكرها لغاية دلوقتي، هي آية قرآنية بس صدقوني انا خدتها في حياتي كتير، من كتر ما انا بتداولها لزقت في دماغي بقت عامله زي اسمي. انا مش هقولها لكم بلغه القران، هقولها لكم زي ما فهمتها ساعتها، ان مفيش فلوس بتنقص من جيبك طالما رايحه للصدقه. ومن ساعة المشوار ده مع ابويا كل ما احس ان انا مخنوق اطلع فلوس، كل ما احس ان انا متضايق اطلع فلوس، كل ما يبقى ليا طلب عند ربنا اطلع فلوس، وسبحان الله أطلع الفلوس من هنا يجيلي الدبل أو التريبل. ومن هنا عايز أقولك وأقولك وأقولكوا كلكوا بمناسبة شهر رمضان، لو هتنزل تشتري حاجة وخصوصاً من حد أنت شايف أنه غلبان ما تدققش ما تفصلش. لو هتشتري شوية بصل وشوية خضار من واحدة ست غلبانة وحسابها مثلاً 50 جنيه، يا عم سيب لها 75، صدقني ال 25 جنيه دول هيلفوا وهيرجعوا لك خير كتير. اسمع مني أنا مجرب. بشكركم جداً جداً وبشكر أبويا طبعاً. أنا آسف بطلع أسرار البيت برة، بس دول مشاهديني الأعزاء ولازم أشارككم القصص الملهمة اللي أنا استفدت بيها في حياتي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل أحلامنا، بس بشرط إنه يكون حلم سعيد. سبتوا 300 فريق أنتوا الاتنين؟ أنا كانت أول مرة المفروض نسافر برة مصر. فمش عارفين المستويات برة مصر عاملة إزاي. فأنت رحت شغال على أعلى حاجة. أنا مؤمن إن كل واحد من ولادنا لازم ياخد شهادة ويبقى عنده موهبة بيشتغل عليها ويبقى عنده حرفة يتعلمها، علشان مش عارفين بكرة في إيه. كنتوا بتحسوا بإحباط؟ كان في ناس بتحبطكم؟ عايزك تحط الهدف قدام عينك وتفضل ماشي وراه. حلمي إن أنا أرفع اسم مصر. دقت ساعة الصفر.
ودلوقتي معانا قصة من قصص النجاح. قصة نجاح. مين قال إن القوة في العضلات؟ مين قال إن القوة في القلب؟ القوة اللي أنا شايفها بجد هي القوة اللي في العقل. القوة اللي في العقل اللي بتخليك تتحدى المستحيل، اللي بتخليك تهزم ضعفك، اللي بتخليك تكون بطل زي البطل اللي معايا. رحبوا معايا بمحمود سامح. ازيك يا محمود؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ زي الفل. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انا حابب نحكي الحكاية من الاول ونسمعها منك. اتفضل. انا كنت صغير، كان عندي 5 سنين، لسه مش فاهم قوي، كنتش فاهم غير ان انا العب واهزر، لحد ما رجلي بدات توجعني شويه في شويه. ايه اللي حصل؟ رجلي بدات توجعني شويه في شويه، فروحت للدكتور، قلت اخد في حقن وانا مش عارف عندي ايه. بعديها بفتره رحت مستشفى، شخصت كويس وطلع عندي كانسر. رحت مستشفى 57، طلع عندي كانسر. خدت الجرعات بتاعتي وخدت كل حاجه. بعد ما خلصت كل ده كان قدامي قرار ان انا لازم اعمل. كان عندك كانسر في رجلك؟ في رجلي الشمال. فكان قدامي قرار ان انا لازم اعمل بتر. فانا كنت برضو مش. استنى بقى، مين اللي بلغك بقى بالقرار دوت؟ الدكتور ومامتي وباباي. قالوا لك ايه بالظبط؟ فاكر اليوم دوت؟ هو اليوم ده من 4 سنين تقريبا، فاكيد مش متذكره قوي، بس يعني متذكر ان انا كنت ساعتها ما كنتش مقتنع قوي بالفكره. كان ده الحل الوحيد؟ هو ده كان حل الوحيد، لان ما كانش في حلول تانية. يعني عملت. معلش، احنا معانا ماما، ممكن استاذنك نتكلم معاها شويه بخصوص النقطه دي بالذات؟ بنرحب بحضرتك يا فندم. عايزك تحكي لنا، يعني هو خدني على طول في الحكايه في القصه، فراح مدخلني على طول في الحته ديت، والحته دي مش هينفع ان احنا نتكلم فيها من غير حضرتك. ممكن اعرف حضرتك الاول لما جالك ان ده الاوبشن الوحيد اللي انت هنقدر نستخدمه، عملتي ازاي واستقبلتي الخبر ده ازاي ونقلتيه له ازاي؟ وطبعا الخبر ده جالي بعد 50 عمليه. يعني احنا كنا بعد كام؟ 50 عمليه. 50 عمليه؟ انت عملت 50 عمليه؟ عمل 50 عمليه وهو عنده كام سنه؟ علشان من كي جي 1، 5 سنين تقريبا. من كي جي 1؟ الرقم 50 ده بتقوليه مجازا ولا هو 50؟ لا 50 عمليه فعلا. وانا كنت، احنا عملنا 50 عمليه عشان انا كنت رافضه البتر، يعني ما كنتش متخيله ان انا اشوفه كده، ويعني كانت بالنسبه لي صعبه جدا جدا. الدكتور قال لي خلاص حاله محمود ما تنفعش، هو لازم. كان انتشر بقى في الرجل كلها؟ لا هو مش انتشر، بس هو تقريبا يعني عمل كل المحاولات. لا بتكلم على الكانسر؟ لا هو الكانسر مع الكيماوي مع الحاجات دي اتلم الدنيا، بس كان عنده رجل قصيره ورجل طويله، النمو بتاعها خلاص شال تقريبا كل العظم. كان بيحاول يركب مرر زروف، مفصل حوض شاله، كل حاجه حاول فيها، لان انا كنت رافضه تماما تماما موضوع الباتر ده. يعني كان اهون عليا ان هو مثلا ما يبقاش معايا بس ما يعملش باتر. فالحمد لله ورضينا باللي ربنا اداهولنا، وبقى اول فارس في مصر والعالم العربي دلوقتي بقدم واحده الحمد لله. استني بقى هنتكلم في الحاجات الحلوه دي بقى. استني بقى، دمعتينا وتعبتينا بقى، هنتكلم في الحاجات، مش هناخدها بسرعه كده. طيب عملنا العمليه وبترنا رجلنا، الفتره ديت بقى من اول البتر هرجع لك بقى لغايه قرارك انك تصر انك تبقى بطل، احكي لي النقلة في حياتك دي تمت ازاي؟ النقلة دي بصراحة ما جاتش بسهولة، يعني جت بعد. أكيد طبعًا. بعد فترة قاعدة في البيت كتيرة وفترة ملل، بس بعد كده لقيت إن أنا بزهق أكتر فأكتر. كنت صراحة أتفرج على فيديوز فلقيت خيل وكده، فقلت أجرب. رحت جربت مرة لقيت نفسي حابب الموضوع. لا. تمام؟ لأن كان في حد صاحبني فما كانتش صعبة. بعد كده جربت تمرين بقى، رحت مكان مخصص فاتمرنت تقريبًا 6 شهور. بعد كده وقعت، ايدي اتكسرت. بعد ما عملت لوير ده رجعت اتمرن تاني، كنت راجع بشغف بقى. طبعا أكتر. بقى انت اكيد قلت له بقى، بقول لك ايه، اقعد بقى في البيت بقى ولا خيل، ما انا حصل خيل واقعد كده، ما تروحش في حته، خليك معايا صح؟ هو قال لي هقع وهقوم، يعني مش مهم بس اركب. يعني قال لي انا هقع بس في الاخر هقوم وهركب. طب ما تيجي نتفرج بقى على الصور الحلوه دي. يلا نتفرج.
اوبا الحلاوه اوبا. ده في نادي ايه؟ نادي الحرس الجمهوري. نادي الحرس الجمهوري، اوكي. ممكن ناخد صوره ثانيه؟ ايه الحلاوه يا عم والجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ شكرا. مين اللي جايب البدله الحلوه دي؟ الكابتن بتاعه. الكابتن، وده مين؟ ده رئيس الاتحاد الجديد. هنا بقى خدت بطوله ولا الصوره دي احكيها لي؟ دي انا كنت خدت مركز اول في الدراساج، واتصورت مع انكل مركز اسماعيل. اول انكل اسماعيل شاكر. بس كنت مبسوط اليوم ده لان انا حققته، وكنت مبسوط من نفسي. طب قول لي ايه احساسك وانت بتكسب بالمركز الاول برغم ان انت تعرضت لازمه كبيره قوي في حياتك؟ كنت اولا كنت متصور انك ممكن تفوز ببطوله زي ديت؟ هو انا الاول يعني ما كنتش داخل على ان انا العب بطولات اصلا. انت قلت هوايه كده واتسلى بدل قعده البيت، ان انا افك الملل. بس بعد كده لقيت نفسي بتطور شويه في شويه، فبقيت حابب الرياضه وحابب البطولات. وموضوع الازمه اللي حصلت لي ده هو باوربوينت بالنسبه لي ان انا اكمل. يعني كل ما اقف اقول لا اكمل اكتر، كل ما اخد مركز اول او اي مركز بقول ان انا لو حد في مكاني هو مش عارف يعمل اللي انا عملته، لان هو صعب جدا بجد. هو انا صعب ايه؟ ما بعملش حاجه سهله. ماما بتقول لي 50 عمليه، انت ما فيش اقوى منك على الارض. الحمد انت لله بجد الله. قوي. أنا دلوقتي عينتك سفير للناس اللي تحدوا الألم والوجع. ممكن يا سيادة السفير تقول رسالة لكل واحد محبط، لكل واحد فقد جزء من جسمه، لكل واحد قاعد في البيت ومهموم، لكل واحد بيقول اشمعنى أنا يا رب، تقول له إيه؟ هقول زي ما حضرتك قلت إن هو كل واحد واخد الـ 24 إيراب بتوعه، محدش هياخد أزيد منهم ولا أقل منهم. ممكن يكون مش دلوقتي، ممكن يكون لما يكبر، يعني ممكن سنة سنتين. بس اهم حاجه ان هو يقرب من ربنا ويرضي ربنا وما يعملش حاجه غلط، ويعمل اللي عليه كدراسه تمرين اي حاجه. ولو هو زي ما حضرتك بتقول حاجه ناقصه منه، هو ربنا هيعوضه بحاجه اكبر بكتير، زي ما ربنا عوضني كده. وما اعرفش ربنا هيعوضني بايه تاني، ربنا خيره كتير. ايه التربيه الحلوه دي؟ ايه الرضا ده؟ ربنا يخلي حضرتك. شفتوا الابطال؟ شفتوا الناس بجد اللي اتحدت الوجع؟ الناس اللي اتحدت الوجع والضعف قدامي بمنتهى القوة، مليان إيمان، وبيقول لي كلنا واخدين الـ 24 قيراط. بصراحة أنت نموذج مشرف، وأنا يعني مش عايز الفقرة دي تنتهي، بس تعالى إيه نلعب شوية كده ألعاب مع بعض. هسألك شوية أسئلة كده وتجاوبني، وأنا استفدت منك كتير النهاردة بصراحة. أحمد السقا بيمثل لك إيه؟ هو فارس عظيم بس ستايله حلو، بحب ركوبه شوية. تحية كبيرة للفنان أحمد السقا. أنا عرفت إن أنت بتحبه يا حودة. الإعداد قال لي إن أنت بتحبه يعني، وبتحب الستايل بتاعه. طيب مين تاني في مصر أو على مستوى العالم بيعجبك الستايل بتاعه في الرايدنج؟ ممكن مودة زيادة. هو مودة زيادة ده هو اللي كان جاي عمل كلينيك في مصر. هو دعاني إن أنا أحضر الكلينيك، كان ده إنجاز يعني. فعلا حاسس بإن أنا فعلا عملت حاجة، إن هو يدعيني إن أنا أحضر الكلينيك. وحضرت وقدمت كل اللي انا اتمرنت عليه، وقال لي فعلا ان انا شاطر. وفي كمان نايل نصار، في ناس كتير قوي. طب قول لي بقى على الهدايا والجوائز اللي جات لك. ممكن موكا الفرصه بتاعتي. ايه ده، موكا الفرصه بتاعتك اسمها موكا؟ دي جات لك هديه؟ جات لي من الفنان امير كراره في برنامج سهرانين. استنى استنى، امير كراره جاب لك حصان هديه؟ طب امير انت صاحبي يا امير، ما فيش اي حاجه في السكه كده يعني لاخوك سعيد. حضرت معايا برنامج سهرانين، وكانت دي الجفت بتاعتي، هو البرنامج عملها لي. طب لا احكي لي بقى كواليس الهديه الحلوه دي، اصل امير صاحبنا واحنا بصراحه لازم نحتفل بيه وبيك. والله هو عزمني على البرنامج، انا رحت ما كنتش اعرف خالص حرفيا. بس بعد كده اكتشفت ان هو انا معاه في برنامج، قال لي ان هو جابها لي هديه. فرحت اكيد، لان انا اصلا من قبل ما هو يجيبها لي. طب جاب لك الحصان الاستوديو ولا رحت استلمته بعد كده ولا؟ لا هي كانت في النادي. كانت في النادي. فهو كلم الكابتن وظبطوا مع بعض وهم جابوها لي. بس ف لا، تحية كبيرة قوي 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 لأمير كرارة. طب أنت مش عايز بقى بره برنامجه توجه له رسالة من برنامجي؟ أكيد هشكره طبعا على الحاجة الحلوة اللي عملها. طب يلا الكاميرا قدامك أهي، يلا وريني هتقول له إيه. شكرا لحضرتك. لا استنى استنى استنى، قول له أميرو
قول له قول ورايا اميرو اميرو شكرا. موكا عامله شغل جامد قوي. اه فعلا والله يا عامله معايا شغل جامد قوي، انا بحبها اصلا من زمان يعني من قبل ما حتى هو يجيبها لي انا كنت بركبها وكنت بتمرن عليها، وبسطت اكتر لما هو جابها لي لان خلاص بقت بتاعتي، ففرحت قوي بجد بشكره قوي يعني. طيب بقول لحضرتك ايه؟ ايوه اللي وصل له ده اكيد ما وصلوش لوحده. ايوه طبعا تمام. اللي وصل له ده اكيد وصل له عشان في هانم زي حضرتك ربنا يخليك واقفه في ظهره وفي كرم من ربنا. احكي لي وصلتيه للليفل ده ازاي؟ والله هو محمود من جواه نظيف وراضي، ودايما كنت اقول له الراضي مرضي، يعني انت هترضى ربنا يرضيك على طول. فدايما الحمد لله يعني لما دخل الفروسيه وحس ان هو بيتعامل عادي حتى مع كل اللي بيلعب معاهم ما شاء الله الله اكبر كويسين، وصحتهم كويسه ما شاء الله الله اكبر، والحمد لله يعني ما بيأثرش، وحتى لما بيخسر بيقول لي ربنا اكيد شايل لي حاجه احسن. اكيد طبعا. طيب انا من هنا ومن حلم سعيد عايز اعرف من حضرتك يا ترى حلمك ايه؟ حلمي طبعا ان محمود ان شاء الله المفروض هيطلع البار اولمبيك ان شاء الله. امتى؟ هو المفروض كان شهر 8 دوت بس اتاجلت يعني، فلسه ده حلمي يعني ان ربنا يكرمه يا رب ويطلع البار اولمبيك ان شاء الله. لأن هو أول فارس في مصر والعالم العربي كله بقدم واحدة. ده القدم الواحدة اللي معاه دي بعشر أقدام. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. أنا في نهاية الفقرة ديت وأنا واقف جنب البطل مش قادر أقول لكم أنا جسمي بيتفض، لأن أنا فعلا باخد منه طاقات إيجابية. الراجل دوت مش هقول عليه طفل، اتعرض لخمسين عملية وفقد رجله ولا همه، وقف عشان معاه أم عظيمة ومعاه أصدقاء بجد جدعان، وقال لك أنا مش هقعد في البيت أنا هنزل وهعيش حياتي طبيعي. مش كده وبس، تقرر إنه يبقى بطل مصر. بشكرك يا بطل مصر، بشكرك، وإن شاء الله هنبقى معاك في رحلتك وإن شاء الله تاخد بطولة العالم إن شاء الله. بشكركم جداً جداً. سيبوني بقى مع بطل مصر، هنطلع فاصل ونرجع نكمل أحلامنا، ويا رب تكون أحلام سعيدة. يلا بينا بقى. سبتوا 300 فريق انتوا الاثنين؟ انا كانت اول مره المفروض ان نسافر بره مصر، فمش عارفين المستويات بره مصر عامله ازاي، فانت رحت شغال على اعلى حاجه. انا مؤمن ان كل واحد من ولادنا لازم ياخد شهاده ويبقى عنده موهبه بيشتغل عليها ويبقى عنده حرفه يتعلمها، علشان مش عارفين بكره في ايه. كنتوا بتحسوا باحباط؟ كان في ناس بتحبطكم؟ عايزك تحط الهدف قدام عينك وتفضل ماشي وراه. حلمي ان انا ارفع اسم مصر. دقت ساعه الصفر. طبعا زي ما انتوا عارفين في حلم سعيد ما بنحلمش لوحدينا، تعالوا نشوف مين هيحلم معانا النهارده. شركة مدار للتطوير العقاري بتؤمن بتحقيق اللي كتير شايفه مستحيل، هيحققوا الفرص لناس فعلا بتعمل المستحيل. مدار هي شركة تطوير عقاري بخبرة سنين في مجال الفنادق، واللي بيقدموا واقع مميز يتعاش وأسلوب حياة بيعكس تفاصيل شخصية سكانها. أزهى العين السخنة وأزهى الساحل الشمالي هي مشاريع مدار، واللي تفاصيلها بتثبت إن الخبرة ليها دور كبير قوي في النجاح. مشاريع بتجمع بين الرقي والاختلاف بأسلوب مميز ومليانة بالحياة في كل ركن فيها. طبعاً الكيانات الكبيرة مش بتشتغل لوحديها، بيبقى فيه كوادر قوية شاطرة وشابة واقفة معاها وبتسندنا. تعالوا نتعرف على واحد منهم. الأستاذة دليلة الشاعر، رئيس قطاع التطوير في شركة مدار للتطوير العقاري،
حاصلة على بكالوريوس التمويل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدأت حياتها المهنية في مجال تمويل رواد الأعمال والشركات الناشئة. حققت نجاحات ملحوظة في تطوير الكثير من المشروعات الواعدة. انتقلت بعد ذلك للعمل في مجال التطوير العقاري بشركة مدار، كانت وقتها أصغر رئيس قطاع تطوير عقاري في السوق المصري. أسهمت في إنجاز وتطوير عدد من المشروعات في الشركة. ارحموا معايا بالأستاذة دليلة الشاعر، رئيس قسم التطوير بمجموعة شركات مدار للتطوير العقاري. اهلا وسهلا، شرفتينا. اهلا وسهلا. بقى في ناس كتيره بقى دلوقتي بتتفرج علينا. طب الحمد لله. طيب مجموعه مدار يمكن كان لها السبق، هي اول واحده راحت ناحيه راس الحكمه. مظبوط. عايزين يعني انا سامع ان هم السور في السور. فعايزينك تكلمينا عن ازهى الساحل، التجربه الفريده ديت، واخترتوا المكان العبقري ده ازاي؟ انتوا اول ناس رحتوا هناك. مظبوط. احنا طرحنا المشروع ده في 2022، ولما بدأنا نرسم في المشروع ده كان عندنا رؤية إن رأس الحكمة كان ليها مخطط، وإن هي هتبقى مدينة طبعاً مش بحجم اللي احنا عرفناه، مش المشروع الكبير مش اللي تم توقيعه مؤخراً. بالظبط. بس كنت شايفين فيها بوتنشل، يعني فيها بوتنشل رهيب، وبالذات إن احنا مع قربنا ليها كنا بنرسم المشروع على إنه يبقى مشروع مستدام عايش طول السنة، بحيث إن هو يبقى بيخدم او الناس اللي عايشه فيه تبقى قادره تعيش في مدينه راس الحكمه. طب الديل ده لما اتعمل ما حمسكوش بقى ان انتوا تبذلوا مجهود اكتر شويه، تطوروا وتغيروا في الشكل، تعملوا حاجات بنفيتس ولا ايه؟ لا بالعكس، احنا لما رسمناه كان يعني كنا حاطين ده في الاعتبار، وبالعكس ادانا دافع اكتر لما الخبر ده اتعلن ان احنا نطور اكتر، حتى المراحل الجديده ان احنا نطور منها اكتر بحيث ان هي تبقى بتخدم على راس الحكمه. اوكي. طيب بالنسبة برضو خلينا يعني برضو عايز أخد شوية معلومات عن أزهى الساحل. هو المشروع ده بقالكوا قد إيه شغالين فيه تقريبا؟ إحنا بدأنا طرح في المشروع ده في 2022 عز الأزمة. بالظبط كده. فكرتوش تركينه بقى شوية على جنب يا جماعة إحنا مش عارفين الدنيا رايحة فين، ورحت داخلين على طول شغالين؟ دخلنا. لا ما إحنا الحمد لله يعني إحنا عندنا ثقة، وبعدين إحنا يعني عندنا سابقة في المشروع الأولاني اللي هو مشروع أزهى السخنة. لا ده مكسر الدنيا، ده أنا بروح أشوي فراخ هناك وقاعد مع أصحابي طول الوقت. كل ما أكون زهقان أروح هناك أقعد على البحر وأشوي فراخ. قلت لو في كورنتين حصل تاني انا هروح اشتري بقى، ولا انا سولد اوت بس هروح في الاوتيل غلاسه. بالظبط. لا هو مشروع أزهى السخنه برضو كان في نفس، كان برضو في يعني لما اتعلن كان في وقت برضو ازمه ساعتها، ولكن مشروع طلع ناجح جدا، وأزهى الساحل كمان برضو متوقعين ان هو هيبقى. طيب أزهى الساحل برضو في اوتيلز نفس الفكره؟ نفس الفكره، يبقى في فندق برضو 5 نجوم على البحر بنفس الجوده. سان رايز برضو؟ سان رايز. سان رايز. مظبوط. يا رب تفضل على طول السان رايز عندكم. ان شاء الله. الله. ناس كتيره بتقول مش مشروع أزهى بس، لا بيتكلموا عموما في موضوع الساحل، احنا ازاي هنجيب الناس تقعد طول السنه في الساحل الشمالي؟ انت شايفه الموضوع ده ازاي؟ لا انا شايفه انه يعني دلوقتي مع شبكه الطرق اللي اتطورت جدا، مع اعلان المدينه بتاعت راس الحكمه و مدينة العالمين، دلوقتي بقى في تطور رهيب في راس الحكمة وفي الساحل الشمالي بشكل عام، بالعكس بيسهل على ان الواحد يعيش يقعد على طول وما يزهقش. كمان هيبقى في جامعات موجودة، جامعات ومدارس ومستشفيات، فكل ده بيساعد طبعا على العيشة. بيني وبينك كان 3 أشهر الساحل مش كفاية، انا بحب الساحل كفاية طبعا. مش كده؟ بالظبط كده. طيب عايزين نعرف يعني ايه مشروع صديق للبيئة؟ ده سلوجن انتوا رافعينه كده او شعار؟ مظبوط. احنا بنهتم جدا ان احنا مشاريعنا ان جنرال تبقى صديقه للبيئه، يعني احنا في أزهى الساحل كنا حريصين جدا على ان مثلا مواد البنى بتاعت البيوت ان هي تبقى صديقه للبيئه، وان احنا تبقى متاخده من البيئه اللي حوالينا كمان، حتى مش بنجيبها من بعيد. الاناره بالطاقه الشمسيه، عندنا محطه المعالجه بتاعتنا، المايه بتاعتنا بنجيبها من ابار من جوه المشروع مش من بره، فهي كل حاجه بتحصل من جوه المشروع. الانواع الزرع اللي بنستخدمه بيستهلك ميه اقل، كريستال لاجون اللي احنا بنصرف عليها صرف كبير، ده في حد ذاته بيقلل من التكاليف طبعا، وصديق للبيئه. الحقيقه لما قعدت مع الناس في مدار
لقيتهم مهتمين جدا، حتى وانا بتكلم معهم في الاحلام قالوا لي بص اي حاجه فيها تكنولوجي واي حاجه فيها تطوير في مجال التكنولوجيا انتوا معاكم. قلت لهم يا جماعه انتوا مطورين او عقاريين ولا مهتمين بالتكنولوجيا؟ قالوا لي التكنولوجيا مع التطوير العقاري دلوقتي بقت اتس ماست، حاجه مهمه جدا. صح الكلام ده مظبوط، مهتمين انتوا بالتكنولوجيا حتى في كل الافكار اللي انتوا بتتبنوها جدا يبقى فيها تكنولوجي. طبعا ان هو ده دلوقتي الزمن يعني دلوقتي هو ده العصر الجديد، فاحنا لازم نبقى دايما سابقين ولازم نبقى دايما. بما انك انت بقى ماسكه التطوير بقى، لما بتقعدي مثلا وتشوفي بقى زمايلنا في الشركات الثانيه، فانت طبعا ماسكه التطوير، فانت بتقعدي تفكري طب يا دليل هتعملي ايه، يا دليل هتعملي ايه، يا دليل بتفكري ازاي، بتفكري ازاي بقى علشان تبقي مختلفه عنهم؟ ده بيحتاج بقى يعني ستادي وماركت ريسيرش. ساعات كمان بنحتاج نبص اللي بيحصل حوالينا في العالم، ايه التطورات اللي حصلت اللي احنا ممكن نعمل زيها. يعني هي بتبقى 360، يعني بتبقى زي 360 درجه كده دراسه، بحيث ان احنا نعرف نطلع بافكار جديده فيها تطور. يعني اي حد تاني كان قاعد مكانها وفي المكان ده وقدام شاشات التلفزيون كانت تقول لك بص بقى احنا بنشوف هنعمل ايه، اول حاجه قالتها لي الاستاذه دليله الشاعر لازم نعمل دراسه، وده سبب تفوق الجيل الجديد يا جماعه على اجيال كتيره للاسف. مفيش حاجه اسمها خش كده، لا انا لازم ادرس واكتب واحسب واشوف انا هعمل ايه بالظبط. بصراحه يعني انا دلوقتي عرفت ليه سنك صغير ومختارينك في البوست ده، لان الاسئله دي على فكره يا جماعه احنا مش مرتبينها، انا بفاجئها على الهوا بالاسئله دي وش احمر طبعا. بس انا فعلا بفاجئها لان انا عايز اعرف بجد الثقه الكبيره اللي المؤسسه حطاها الاستاذه دليله دي مش صدفه، ده حد بيفكر وحد فعلا عارف زي ما بيقولوا كده ديسيجن ميكر، ياخد قرار الصح. على فكرة ده مش إعلان، دي الحقيقة والله، ده اللي أنا حسيته واستشفيته فلازم أقوله. طيب أنا بشكرك جدا جدا. أنت مش جاية تحلمي معانا النهاردة؟ آه طبعا. يلا نكمل الحلم، يلا بس بشرط إن الحلم يبقى حقيقة. الحلم إن شاء الله هيبقى حقيقة وهيبقى سعيد بعد الفاصل. سبتوا 300 فريق أنتوا الاتنين؟ أنا كانت أول مرة المفروض إن نسافر برا مصر، فمش عارفين المستويات برا مصر عاملة إزاي، فأنت رحت شغال على أعلى حاجة. أنا مؤمن إن كل واحد من ولادنا لازم ياخد شهادة ويبقى عنده موهبة بيشتغل عليها ويبقى عنده حرفة يتعلمها، علشان مش عارفين بكرة في إيه. كنتوا بتحسوا بإحباط؟ كان في ناس بتحبطكم؟ عايزك تحط الهدف قدام عينك وتفضل ماشي وراه. حلمي ان انا ارفع اسم مصر. دقت ساعة الصفر. ورجعنا تاني ومعانا الأستاذة دليلة الشاعر صانعة الأحلام، نرحب بيكي. أهلاً وسهلاً. أنا في اتنين أصحابي هم كبار في السن شوية، يعني يمكن يعتبروا من الجيل التاني، هم عباقرة، بس أنت عارفة الصداقة ما بتعرفش فرق في السن. ممكن أعرفك عليهم؟ طبعاً. يلا نتفرج. يلا بينا. عندهم شغف كبير جدا في جانب التعليم وحابين ان هم يشاركوا في تدريبات متخصصه في مجال الروبوتكس والبروجرامينج. انا عجبني اصرارها ان هي بتنمي عقلها، بيحب الفلك جدا، حافظ معلومات كتيره جدا على مجرات، عن مجرات وعن حاجات كتير في الفلك. لنا دعوة لتمثيل مصر في رومانيا في جامعة أوراديا، فاخترنا فريق عمر ودينا، كانوا من أشطر الولاد اللي شغالين على الموضوع وكانوا قادرين ينافسوا كويس جدا جدا، والحمد لله ربنا كتب لهم التوفيق. كنا بنجرب الروبوتس على الملاعب اللي هناك، جربناها تقريبا ملعبين. بعدين اليوم اللي بعديه دخلنا على المسابقة بتاعت الفولاي، واليوم التالت ده كان للسوم، ودي كاتيجوري تاني غير اللي احنا كنا داخلينها. واحنا اصلا قبل ما نيجي كنا كاتبين في نوت حاجات في البرمجه ممكن نغيرها عشان نخلي الروبوت اسرع. كل ما كان الولاد اسرع في التطبيقات دي
واشطر وفاهمين الموضوع وبيشتغلوا على نفسهم قوي زي عمر ودينا وشغالين كويس جدا جدا في تطبيقات حتى في البيت. اختيارنا واقع عليهم عشان ان هم قادرين كفريق يحققوا المهمة دي بسهولة. هي عندها 12 سنة وهتركب طيارة ورايحة رومانيا لوحدها من غير أنا ولا والدتها معاها. قلت لها أنا في سنك كنت بركب القطر من طنطا للقاهرة وكنت بعتبر نفسي مسافر مغامرة وبطل. أنت دلوقتي معدياني بمراحل، فلو أنا وصلت الحاجة بعد السن ده أكيد أنت فرق الكبير اللي حاصل ده أكيد إن شاء الله توصلي لمكان تاني. بابا أصلا مرشد سياحي، فكان مسافر وكان مطلوب مننا ورقة ان بابا موافق ان هو يسافر مع الجروب بتاع الأكاديمية. بابا كان في الأقصر وأسوان والورقة دي كان صعب قوي ان احنا نجيبها في التوقيت اللي طلبت مننا. فخلاص يا باشمهندس انا خلاص مش هودي عمر، انا تعبت. قال لي عمر ورودينا هيروحوا ياخدوا مركز اول، بعد اذنك اتعبوا معانا شوية. كان عندنا من الثقة بيهم بعد ربنا ان هم ان شاء الله قادرين ينفذوا المهمة بشكل كويس. احنا كل المرات اللي لعبنا فيها بالروبوت كان على طول جبنا اعلى اقل الثواني ما بين الثواني كلها بتاعت الروبوت. تاني ماتش كان الفاينل، اول ماتشين تقريبا كنا اسرع ناس هناك، اخر ماتش حاولنا ان احنا نعدل شويه فجبنا مركز اول. وايا كانت النتيجه مش متوقع نتيجه يعني معينه، انها مجرد المشاركه في السن ده يا في سته ابتدائي شيء جميل جدا واكيد هيبقى حاجه مفيده جدا. طبعا العيد الصغير بالنسبه لنا كان احلى عيد تقريبا في حياتنا. تقريبا بعد صلاه الظهر اتصلوا علينا وقالوا ان عمر ورودينا خدوا مركز اول. لاول مره حس ان العيد ممكن يبقى ليه نكهتين، نكهه عيد اولادنا ونكهه عيد الصغير. وسع وسع للمصريين الجدعان، وسع وسع للجيل الجديد. تعالوا نشوف الشاطرين عمر ورودينا. اخباركم ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه اللي حصل؟ حسدوكي؟ ايه اللي حصل؟ انا كنت بلعب ماتش تايكوندو، كنت في ماتش ودي، كنت بلعب مع واحده اوفر ويت، فكنت بضرب باور شويه، فجاء على حظي طلبت الضربه غلط. انا خدت الضربه بجد كده. الف سلامه. ينفع كده اللي انتوا عاملينه ده واحنا ما نعرفش ومفيش حد عارف وما بتقولوش؟ احنا جايين نحتفل بيكم النهارده ومعايا زميلتي دليله الشاعر، برضو هتسالكم شويه اسئله. اوكي جاهزين؟ أوكي. طيب نبتدي. الاول المفروض الفريق بتاعكم خمس تنفار. وانتوا دخلتوا مسابقه فيها كام فريق؟ 300 فريق. ال 300 فريق كل فريق مكون من كام؟ تقريبا ما بين 5 ل 4 ما بين 5 ل 6 تمام. وانتوا دخلتوا انتوا الاثنين خدتوا المركز الكام؟ الاول. هتسقفوا ولا سقف انا؟ كسبتوا 300 فريق انتوا الاثنين؟ عملتوها ازاي؟ احنا كان المفروض بيبقى فيه يوم بنجرب فيه الروبوت على الملاعب، فكنا عاملين البرمجة أساسي في الحدة إن هو سريع أو بطيء، سريع أو بطيء، لما يجي يلف يمين أو شمال الحدة ما يضربش برا، الحدة تبقى عالية ولا قليلة. فإحنا على حسب الملعب شفنا كان في أرقام بنعدلها في البرمجة، فإحنا على الأساس البرمجة اللي إحنا جبنا فيها أسرع وقت من غير ما يخرج برا دي اللي حطيناها في الكود وحملناها على الروبوت واشتغلنا بيها. التويست بقى جي فين؟ هل انتوا كنتوا اسرع ناس مبرمجين؟ انا عارف ان انت كنت مبرمج على سرعه معينه، هل جت بالصدفه ان السرعه بتاعتك دي كانت اعلى منهم كلهم، ولا انت كنت عارف الناس ماشيه بسيستم السرعه بمقاس معين؟ احنا كانت اول مره المفروض نسافر بره مصر، فمش عارفين المستويات بره مصر عامله ازاي، فانت رحت شغال على اعلى حاجه. بجد شاطر. احكي لي بقى لحظه إعلان النتيجة. بس ضحكت. في الأول خالص أنا ما كنتش مصدقة. ما كنتيش مصدقة؟ تضحكوا علينا. قالوا لي أنت جيت أوتوم بجد؟ أنا جيت أوتوم أول؟ قالوا لي جيت أول. انبسطت وكلمت بقى الفريق على طول. طب والفريق ما جاش معاكم ليه؟ ما راحش معاكم ليه؟ علشان الفلوس. لا ما تتكسفيش عادي. معناش فلوس، إيه المشكلة يعني؟
التكاليف كانت غاليه بالظبط، والتذكره كانت صعبه. هم بيبعت لكم انفيتيشن بقى السفاره لان ولا الاجراءات الالتحاق عامله ازاي؟ هم بعتوا لنا انفيتيشن، يعني بعتوا الاكاديميه مواهب انفيتيشن عشان هي الاكاديميه نمبر 1 في مصر في الروبوتكس. فهم كانوا بيختاروا بقى المدربين، كانوا بيختاروا الفرق المتميزه واحسن لعيبه عندهم عشان يدوا. التيم ده اتجمع ازاي؟ اولا عن نفسي، انا لما والدتي عرفت موضوع اكاديميه مواهب هي سجلت لي فيه على طول، وكان تاني يوم للسفر للتيم. لا للتيم يتجمع. للتيم يتجمع. فانا رحت ساعتها هناك وتعرفت عليهم وبدانا فروم اي تو زد، وبدانا كده عملنا الروبوت تاسكات. مره اخذنا مره مثلا سومو، مره روبوت ياخد كوره من مكان يحطها في مكان تاني كده. دي دول تاسكات مختلفه يعني. طيب انا عايز اعرف، يعني علم الروبوتس ده ملوش مانيوال، يعني ملوش منهج علمي، انت بتقعد تبتكر وتفكر وتبدع. جات لك منين فكره انك تشتغلي على موضوع الروبوتس ده؟ يعني كده انا صغننه خالص، كنت بتفرج على حاجات كتير اصلا. يعني انا كان ليا الشغف في الموضوع ده لما بدات اجري، ممكن من سنتين. قلت ماما لا، دوري لي على اكاديميه ودوري لي على كورس. طيب معانا في الاستوديو بيشرفنا الاستاذ فيصل ومدام شهيره، والد ووالده رودينا. اسمح لي اقول لك حاجه، لو معانا بطل وبطله فدول ما بيطلعوش كده عشوائي، لازم يبقى وراهم حد ساند، لازم يبقى وراهم حد متابع، لازم يبقى وراهم اب وام محترمين وعايزين يفيدوا مجتمعهم ويفيدوا ابنهم. فالاول لازم احييكم. ممكن اعرف من حضرتك الاول، انت اكتشفت الموهبه دي ازاي وامنت بيها ازاي، وازاي قلت انا هسفر بنتي؟ انا شايفه حضرتك في التقرير بتقول انا لما كنت بركب القطر واروح اخر الشارع، هي انا بطل، هي انا بطل. دي بقى طيارات وتشيك ان وتشيك اوت وفيلم كبير قوي. السلام عليكم، انا سعيد جدا ان مع حضرتك النهارده. انا اللي سعيد يا فندم، وانا عارف ان حضرتك سعيد وانا انا اسعد. هو اولا فضل اولا واخيرا لربنا سبحانه وتعالى ان وفقنا مع رودينا، ولكن الاساس كانت مامتها هي اللي يعني كانت اكتشفت فيها ودورت على المكان اللي تقدر من خلاله هي تدخل موضوع الروبوت ده وتشتغل عليه، فكان هي العنصر الاول. فلما قالت لي انا اتحمست جدا، لان انا مؤمن ان كل واحد من اولادنا لازم ياخد شهاده ويبقى عنده موهبه بيشتغل عليها ويبقى عنده حرفه يتعلمها، علشان مش عارفين بكره في ايه. فكان ضمن الدراسه بتاعتها انها لازم تتعلم حاجه مختلفه، فالحمد لله ربنا كرمها في موضوع الروبوت. دخلت بطوله على مستوى مصر بعد 3 شهور بس، ولما خدت المركز الخامس باين قعدت تعيط في السكه ونهارت ومش هكمل وبتاع. طيب انت ده انت بقالك 3 شهور، اصبري لسه، ده لسه المشوار. طيب كان ايه احساسك وبنتك مسافره وانت بتوضبي لها الشنطه؟ طبعا انا كنت متحمسه في الاول جدا، لكن مجرد ما سافرت وركبت الطياره انا كنت حقيقي انا بنهار بقى، انا بنهار فعلا فعلا. انا فضلت وراها طول اليوم بالتليفونات طبعا على الواتساب او على الماسنجر، عايزه اطمن عليها، مش قادره. يعني اول مره بنتي تبعد عن حضني، لا وفي بلد تانية مختلفه. ففعلا يعني انا قد ما كنت متحمسه قد ما ندمت بصراحه. انا إيه؟ المصري ده ما يتخافش عليه. اكيد طبعا، اكيد الحمد لله. بنرحب كمان مدام رشا والده عمر، وسلمى الشطوره اخته. كله تمام الحمد لله. الاول انا بشكرك ان انت مقدمه لمصر عبقري من العباقره، شاطر ومكافح وكمان عينه مليانه شغف وشطاره. انا بشكرك على وقفتك معايا. شكرا لك. بشكرك جدا. طبعا الجميله دي اكيد بتشجع اخوها طول النهار، شكلك شقيه صح؟ مستنيك انا في الروبوتس كده. طيب عايز اعرف، هل هو اللي جه قال لك يا ماما انا الفكره دي عجباني، ولا انت اكتشفتي ودورتي علشان تحطيه في المكان دوت؟ وانا عمر بقى كانت حكايته مختلفه شويه، لان عمر بدا مرحله ان هو طفل غريب من هو لسه صغير خالص. يعني من كام شهر بدات احس انه بدا يقلد. يعني طفل غريب ازاي؟ يعني 5 شهور بدا، لو سمع صوت كان بيقلده هو 5 شهور. يعني 5 شهور انا بدات لعمر كورسات وعنده 3 سنين اصلا، بس مش كورسات روبوت. عمر لو اديته كورس رسم كان بيجيد الرسم ويرسم حلو جدا. خد كورس مثلا كمبيوتر بروجرامنج وكده، بقى يعمل انيميشن ويعمل رسوم متحركه، وهو بيحب الفلك. فكان في مسابقه من كذا سنه، كان لسه صغير، كان عنده حوالي 8 سنين، كانت في مسابقه عاملها عالم شغال في جامعه في امريكا،
عالم مصري مسابقه في اسمها العالم العربي الصغير، فخد فيها مركز تاني في الفلك، عمل فيلم انيميشن رسوم متحركه هو اللي بيمثل فيه وهو اللي بيتكلم عن الكواكب والمجموعه الشمسيه، وخد فعلا مركز تاني على مستوى الوطن العربي. الف مبروك. طيب والد رزينة بقى، عايز اسال حضرتك سؤال، الشباب ده بيخطط لايه؟ التيم ده، التيم الناجح ده بيخطط لايه في المرحله اللي جايه؟ هم ما شاء الله يعني عندهم أحلام كتيرة ممكن هم يتكلموا عنها، ولكن هم بعد تجربة السفر الأولى والنجاح اللي عملوه بره وفرحتهم واعتزازهم إنهم مصريين ورافعين علم مصر بالحب ده، زنقونا احنا بقى عايزين كل شوية يسافروا في كل مسابقة يعني. فهم لا عايزين شافوا ان هم استفادوا احتكاك. بقول لحضرتك ايه، طيب. خليها على الله وهتفرج ان شاء الله. ان شاء الله هتفرج. انا عايز اسالكم سؤال، انتوا اكيد وانتوا بتذاكروا وانتوا شغالين على الروبوت وكده كان في ناس مش فاهمه اللي انتوا بتعملوه او مش يعني مش مدركه حجم الموضوع اللي انتوا بتعملوه، كنتوا بتحسوا باحباط؟ كان في ناس بتحبطكم؟ بالعكس، انا ممكن اكون احس ان انا متميزه، فاحس ان دي حاجه مش موجوده عند كل الناس، فدي حاجه ما بفتخر بيها. مش بحبها. ايوه هي سؤالها دلوقتي، المحبطين بتتعاملي معاهم ازاي؟ انا شايف عينه بس احنا عايزين نعرف بتعملي معاهم ايه. مش باخد بكلامهم، يعني ممكن احيانا انا افهمهم الموضوع ومش باخد بكلامهم. بتكبري دماغك يعني؟ بالظبط. اوكي طيب انت شكلك عندك حكايه. انا المفروض بروح الاكاديمي بالمترو، في ناس كتير بيقولوا انت ايه اللي جايبك من حلوان مثلا المعادي، بقول لهم على موضوع الروبوت وكده، يقول لي مثلا ناس زيك كده عملوا اللي انت بتعمله ما طلعوش حاجه، بيحبطوني بس بكبر دماغي. برافو عليك، انا عايزكوا تكملوا كده، عايزك تحط الهدف قدام عينك وتفضل ماشي وراه زي بابا كده لما كان بيركب القطر، وزي انا كده مصمم ان انا استضيف الناس الناجحه اللي زيكم. طيب دلوقتي انتوا عارفين مفيش حد بينجح لوحده او صدفه، النجاح ده عايز شغل ومجهود، والنهارده احنا في شهر رمضان، عايز كل واحد يوجه رساله لحبيبه وهم معانا هنا. حبيبتك هتوجه لها رساله وتقول لها ايه؟ اولا شكرا على المساعده اللي ساعدتني فيها، وقفت جنبي وامنت بيك وصدقتك. ايوه من زمان وانا صغير هي شايفاني بدات في الحاجات دي، فهي اللي بتشارك لي في الكورسات من نفسها، مش انا اللي ببدا اطلب منها، هي على طول تشوف فيا حاجه توديني مثلا كورس معين، أنا لما طلبت منها حاجة معينة دخلتني فيها على طول. طب ده ما كانش برضو لود برضو أو حمل إضافي على البيت والميزانية والعيلة؟ هو لود، وخصوصاً إن أنا في البداية ما كنتش ساكنة في مدينة، أنا كنت ساكنة في قرية أصلاً، ويمكن نقلت مدينة عشان خاطر عمر، لأن أنا أصلاً أخصائية تحاليل طبية، فكنت بشتغل وبخلص شغلي أجي يعني وشغلي بره في المدينة، أخلص أرجع أجيب عمر أخده وأديه الكورس بتاعه. فلود بدني ولود مادي، المواصلات ولود الكورسات نفسها، لانها يعني برضه يعني نقلت السكن والدنيا والبيت وشغلك وكله عشان خاطر ابنك؟ عشان عمر. ربنا يحفظه لك يا رب. اللهم امين. تحب تقول لاختك ايه غير ما تلعبيش في حاجتي؟ اولا اختي ربنا يهديها يهديها، ربنا يهديها ويهدينا كلنا ان شاء الله. وانا شايف ان هي فأكتر حاجة هي متميزة فيها هي الكوميونيكيشن سكيلز. كوميونيكيشن سكيلز، مهارات الاتصال. طيب دي أكتر حاجة هي متميزة فيها، فأنا تطور منها وممكن تطلع مطيع مثلا أو حاجة زي كده. ماشي تعالي اقعدي مكاني بقى، أنا ما عنديش مشكلة والله، أنا أتشرف. طيب حبيبك وحبيبتك هتقولي لهم إيه؟ طبعا حابة أشكرهم على كل حاجة هم بيعملوها معايا وعملوها معايا وهيعملوها معايا. ماما دايما بتقول لي ده اخر جنيه في جيبي انا هصرفه عليكي، اخر جنيه في جيبي هصرفه عليكي. لا دي سقفه كبيره بقى يا جماعه بقى. وبابا بيقول لك ايه؟ بابا طبعا هو ده اخر جنيه في جيبه، ده فظيع بابا ده. بابا ده سكر اخر حاجه. طب هنقول للبابا ايه؟ بابا هو الابهات دايما مظلومه، او ابتدت بمامتها برضو، الابهات مظلومه صح؟ مش مشكله. هتقولي له ايه؟ عايزه اقول انها بحبها قوي. طبعا البنت حبيبه باباها. الحقيقه الانسه اللي قاعده قدامكم دي مش زميلتي، اللي قاعده قدامي ديت دي شريكه في البرنامج، ونقدر نقول عليها من صانع الاحلام. دلوقتي هنقول دقت ساعه الصفر.
على مدار أيام كتيرة، وعنوان البرنامج حلم سعيد. في آخر البرنامج بنستضيف الشباب الحلو الشاطر اللامع، الناس اللي عندهم حكايات مؤثرة. فخلوني أنهي البرنامج بسؤال: حلمك إيه؟ حلمي يبقى في سبونسر مثلا لينا، مثلا ان احنا نروح المسابقات راعي يعني محتاجينها. عشان في عندك مسابقات. المسابقه اللي جايه فين؟ المسابقه اللي جايه في اليونان. في اليونان، واللي بعديها؟ واللي بعدها في رومانيا. ماشي، مترشحين ليها رومانيا. رومانيا لو انتوا فزتوا هتديكوا ايه؟ احنا المره اللي فاتت لما فزنا المركز الاول ادونا اللي هي 3D برينتر، المره دي بقى مش عارفين الصراحه. لا المره دي في منحه تعليميه. المره دي ممكن الاكاديمي بتحاول ان يبقى في منحه تعليميه. منحه تعليميه لغايه الجامعه. لغايه الجامعه. طيب حلمك ايه؟ حلمي ان انا ارفع اسم مصر. الله، ترفعي اسم مصر فين؟ في العالم. في العالم. هنقول مثلا هنرفع اسم مصر لو رحنا المسابقه الدوليه اللي موجوده مثلا في رومانيا. هو ده حلمك؟ ايوه. تعرفوا تاخدوا المركز الاول ان شاء الله؟ ايوه. طب احنا عايزين ندعي ونقول يا رب يا رب يا رب نشوف حد يقدر يوصلنا، يجيب لنا الرعايه ويحجز لنا التذاكر وكمان الاقامه، مش كده ولا ايه؟ انا بشكركم جدا جدا. ايه رايك؟ والله انتوا شباب يعني كل الناس تفتخر بيها، مصر كلها تفتخر بيها، واحنا كمدار يعني نفتخر ان احنا خدنا القرار ان احنا نتكفل بالسفريه بتاعتكم. لا 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 معقوله؟ ان شاء الله ترفعوا راسنا، ترفعوا راسنا كلها. اتفضلوا معانا. يعني دلوقتي مدار هتتكفل بتحقيق الحلم، تذاكر السفر والإقامة للرحلة اللي جاية؟ إن شاء الله. طب ممكن بقى تشرفونا هنا نحتفل؟ اتفضلوا. ألف مبروك، ألف مبروك. هنسافر، هنجيب تذاكر الطيران وهنسافر. ألف مبروك. مبروك يا فندم. بالتوفيق، بالتوفيق يا فندم. بالتوفيق، بالتوفيق، مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك يا فندم، ألف مبروك. يبقى عندنا النهاردة في نهاية الحلقة الحقيقة أنا بتقدم بالشكر لمجموعة مدار، الأستاذة دليلة الشاعر، على الدعم الغير مسبوق اللي معانا دايماً، طبطبت على الشباب وحققت لهم جزء صغير من حلمهم إن هم يسافروا ويشرفوا مصر، بس بشرط توعدونا إن أنتوا تحاولوا تاخدوا المركز الأول. هتقدروا؟ إن شاء الله. إن شاء الله هناخد المركز الأول وهنسافر. شركاتنا الوطنية يا جماعة، شركاتنا الوطنية، شركاتنا الوطنية فلوسها بتلف وترجع لنا تاني. انت مش مجرد بتشتري بيت او مش مجرد بتقضي ليلة فندقية، انت كل قرش بتدفعه بيرجع لأهلنا، بيرجع لشبابنا، بيرجع عشان يدعم مصر والمصريين. بشكركم جدا جدا. الأحلام كتيرة، بس قبل ما ننهي الحلقة لازم ناخد شهادة بتعهد ان احنا ان شاء الله بإذن الله هنحقق الحلم. اتفضل. ودي شهادة من شركة مدار بتقول، تفضل، بتقول إن إحنا بنضمن تحقيق الحلم، بنضمن تحقيق الحلم، وإن شاء الله بإذن الله الشباب الصغير الجميل اللي هيشرفنا في المحافل الدولية هيرجع لنا بإذن الله بالجائزة الأولى. بشكركم جدا جدا. طول ما معايا شركة نجاح، وطول ما معايا رعاة، وطول ما معايا ناس بتحقق الأحلام، إن شاء الله أحلامنا مكملة. استنوني في حلم جديد. الأحلام ما بتخلصي، الأحلام مكملة، بس شرطنا إن يكون حلمنا سعيد. بشكركم جدا جدا. مع حلقة جديدة إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية